السلام عليكم. اليوم نديرو براج الغرس كيلو. نديرو زيت زيتون، نعجنوه ديروا القرص باش يجي خفيف. ديروا شويه قرفه، يمد الكو، زيد بس زيد شويه قرص. نعجنوه مليح حتى يعود طري. نزيدو شوية زيت، كما راكم تشوفوا مليح خفيف. خلاص دروكا نوليو للعجينه. دروك نذوبوا السمعه، درك نديرو السميد، نبدا 4 كيلات درنا 4 سميد وحده ليدام. خصو
نعصر شوي، نزيد شويه زيت زيتون. لحبي يزيد زيت زيتون، يزيد لحبي يزيد الصومعه يزيد. نقدر نخلطو مليح، السميد مع ليدام، ديرو المليح، ميكثروش بزاف خطرش. ما أبي بريت ما ماشي يعني بالقيس ولا هكذا ما نعجنوش، هكذا نسبلوه نديرو هكذا التعجين شي يعني اسمه بالأصابع اليد. نزيد شوية الماء، هكذا ما نعجنوش باش ما يجيش فيه لاستيك باش يجي يدوب. هكذا نقسمه على نص، هكذا نقرصوه ونحطو في بلاصة نكون حطينا هذه من الفوق. درك نقرصوها حتى تلحق حتى تعطى الغرس كامل. نغلقوها هكذا، ديروها كي زمان بلا طبع.
قرصناها دروك خلاص، نقسموها بسم الله. حطينا الطاجين سخن درك نروحوه. هذا هو الشكل النهائي بعد ما طابوا. ها الله يبارك مبسس، ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. صحه ولهنا، سلام.